احنا بالنسبه لنا الجمبري هو جمبري. الاسكامبي ده ايه؟ الاسكامبي بيجي في السوق عندنا هنا اللي هو بيبقى كبير وليه كلابات كده، ليه ايدين وكلابات. ده ما بيجيش غير فتره صغيره جدا في السنه، مش موجود طول السنه. ما هو ده اللوبستر بقى. لا ده اللوبستر. لا اللوبستر الحمد لله اللي بيبقى عايم في الميه وهي وهو صاحي. ده كل الحاجات بتقوم في الميه صاحي يا حبيبي. صحيح. هو ايه بقى الحوار ده اصلا بقى اللي انت حاطه هنا تحت اساسا؟ دي كانت اللي انت فضيتها الاول صح؟ وبس حط عليها انت بهارات حاجات بسيطه جدا. بص شوف انا هقول لك على سر في السي فود عموما. تمام. السي فود ما تحطلوش بهارات كتير عشان تعرف تستطعمه. انت كده حطيت ملح وده فلفل. وده فلفل اه. تمام. ده شويه جنزبيل كده بودر. حاجه بسيطه طريقه. ده ايه بقى الجزر اللي بيتحط؟ ده بيتحط معاها عشان يدي لون حلو وطعم برضه. يا جدعان الراجل بيقطع الزبده وكل حاجه. حته زبده محترمه يعني مش اي كلام. قبل بقى ما تتحرق يعني ننزل على طول باللوستر. شايفين الناس اللي بتفهم وحاطين زبده كتير عشان لما تحط شويه زبده زياده بتقعدوا تعملوا لي مشاكل. ياخد له بقى قد ايه حوالي؟ يعني هنا حوالي 10 دقايق. 10 دقايق هو عامة في الفرن 10 زيهم خلاص. انت انا ليكي بغني غنوتي غنوه عن القهوه والحنين وغنوه لعليكي. نحط الجزر وشويه جبنه الشيدر حمرا. تمام انا كده خلصت المشروم. ننزل بقى بالمشروم. اخر حاجه خالص الكريمه. طبعا كده استوت خلاص يعني يعتبر شربت ميتها كلها او الميه اتبخرت منها يعني. نبتدي بقى ننزل بعد كده بالكريمه. اي كريمه طبخ عادي. اه. لك يا حنفي انت ليه بدات تترعش كده؟ ايوه بس خدوا بالكم برضه ان احنا الكميه اللي احنا عاملينها بتاعت الاستكوزا دي كتير. خدوا بالك الاستكوزا اصلا تقيله مش خفيفه مش من الحاجات اللي النقنقه. لا دسمه دسمه جدا. لازم ندخلها الفرن ما ينفعش ناكل دلوقتي على طول. لا لازم ندخلها الفرن. اصل لقيتها الشوايه بقى فوق بس. ها لا فوق تحت. فوق تحت. نعم. خدها حوالي قد ايه بقى في الفرن؟ يعني 5 دقايق 10 دقايق. ما بتسالوش ما طبعا احنا مش عارفين نشكرك ازاي الاول طبعا. انا هغرف انا. خد انا هغرف انا يا سعد انا مش فاضي دلوقتي. ما تقولوا يا حنفي. دي بقى إيه يعني عارف اه. قول بس قول 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 طلع كل اللي في قلبك. والله انا مش عارفين نقول لك ايه والله العظيم بس الموضوع طب نستلم ده بقى فاهم؟ ده والله بجد ايه ده؟ الصوص ده طعمه حلو جدا الابيض ده. ده في جبنه ريكفور على فكره استوى. ما هو انا عشان حسيت اه بقول لك طعمه حلو الجبنه. جبنه ريكفور مع جبنه تشيدر مع اللي هي الكريمه والزبده. يا جماعه لو حد حب يعمل الطاجن ده يا ريت ما يجودش. ويا ريت اي حد يا جماعه عايز يتحدانا يتحدانا ما يتكسفش يعني. احنا موجودين. احنا جاهزين.